السلام عليكم. حط ايدك على راسك كده وغمض عينك وقول بسم الله وركز معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الحمد لله رب. أغمض عينك وحط ايدك زي ما قلت لك كده. كل الأعراض اللي موجودة في جسمك وألام وأصحار هتزول بإذن رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل وأنا على ذلك من الشاهدين. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله. تنتفخ المعدة الآن، تنتفخ المعدة الآن، تفك كل العقد اللي موجودة في الأكتاف، وتفك كل العقد اللي موجودة في الرأس، تفك جميع العقد اللي موجودة بأمر الله. انتفخت معدتك؟ طيب ركز معي. يسحب كل عارض في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد من الدراع اليسار، ينتقل كل من يؤذي هذا الجسد من اليد اليسار الآن. تنمل اليد اليسار والقدم اليسار، تنمل اليد اليسار والقدم اليسار، تسحب كل العقد وتفجر بأمر رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل،
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب يسحب كل الأعراض اللي موجودة في الظهر تختفي ألم الظهر تختفي ألم الركب تختفي ألم المفاصل يسكن الجسد بأمر الله يسكن هذا الجسد بأمر الله يسكن الجسد بأمر الله تختفي كل الألم اللي فيه بأمر الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اسكن هذا الجسد بأمر الله. أخي الكريم شغلها جنبك مكررة وانت نايم، ويمشي دلوقتي حبص تلاقي ركبك بالطوق معاك، وحرك ظهرك مش هتلاقي فيه ألم، والصداع هتلاقيه اختفى. ايه اللي انت حسيت بيه بعد الرقية ده؟ اكتبه لي في التعليقات وانا ان شاء الله هجاوبك، وكررها جنبك وانت نايم، واجعلها على صفحتك الشخصية او على قناتك وانشرها. اسال الله ان ينفعكم بها واجعلها شفاء لما في الصدور. اللهم امين امين. الحمد لله رب العالمين. في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.